وبعد التحية والترحاب، وحضرتك أحد أبطال أو أحد أبرز أبطال مصر البررة الذين سطروا تاريخ الناس على البياض على جبين الزمان، فحركوا عجلة الكرامة وسطروا ملحمة أسطورية غيرت الواقع وغيرت مجرى التاريخ، وسنظل نحكي ونتحاكى بها وعنها للأجيال المقبلة والقادمة بمشيئة الله تعالى. كل عام وحضرتك ومصرنا الحبيب بخير وبسعادة وزيادة وريادة، وربنا يبارك في عمر حضرتك يا فندم. الله يخليك ويبارك فيك، وحياتك طيب ومصر كلها بخير وسلامة إن شاء الله بإذن الله. وبمناسبة أحد الأبطال، لا ده كانت مصر كلها أبطال في هذا التوقيت، البلد كلها شعبا وجيشا، وكل الوطن كان بطل وكان عنده هدف واحد واتجاه واحد، والحمد لله تحقق في 73. الحمد لله مصر البطل، مصر البطل الصورة المتكاملة. صح كده. لحظات ما قبل 6 أكتوبر النصر العظيم، أو خلينا نرجع بالذاكرة شوية إن صح التعبير لفترة 67 والنكسة وما بعد النكسة والروح المعنوية، ودوما أي هزيمة بتكون في أي مكان في العالم أو أي إخفاق، خلينا نستبدل لفظ الهزيمة بلفظ الإخفاق، أي إخفاق ممكن يكون بكل بعض الآثار السلبية بقى والنتائج النفسية اللي هي بتبقى قد تعيق لفترات بل وعقود طويلة. كيف استطاع المصريون التخلص بل واستغلال هذا الواقع الذي ربما ظن الغير أنه سيفرض لفترات طويلة لتحويل الهزيمة لنصر محقق غير متخيل؟ كويس، أنت بترجعنا بالذاكرة لما هو هام جدا لتصور وتخيل أو الرجوع بالذكريات لما ما هو قبل 67. نعم. مصر كان شكلها إيه وما بعد 67؟ هناك فرق كبير جدا بين قبل هذا التاريخ وما بعد هذا التاريخ. نعم يا فندم. مصر كانت قبل 67 مستهدفة طبعا زي طول عمر مصر مستهدفة من الخارج، طالما بتنمو وبتتقدم بيبقى في قلق على مستوى العالم الخارجي الغربي دائما. ليه؟ لان هو من ضمن الاستغلال المنطقه بالكامل لازم تكون مصر ضعيفه، يعني عشان استغل المنطقه العربيه والافريقيه لازم تكون مصر ضعيفه، ما لكن بقوه مصر لا، هيحصل تجميع وهيحصل وعي وهيحصل ثورات وهيحصل تنميه وهيحصل، لا ده فيها خطوره جدا. فبالتالي كان مصر في قبل 67 بتنمو في ناتج قومي كويس، في انجاز كويس، في لحد ما في اخطاء طبعا في العلاقات، ولكن لحد ما كان في تنميه قويه في هذا التوقيت. نعم. فكان لازم يبقى في وقفه في هذا التوقيت عشان خاطر لاضعاف مصر وارجاعها تاني لما قبل هذا التقدم اللي كان موجود على الأرض الواقع اللي تقام ناس كتير. بالضبط كده. فبالتالي كان 67 بالنسبة لنا مصر في تقدم وفي قمة النشوة والافتخار بالنتائج اللي موجودة في بعد كده، وفجأة وفي نفس الوقت كان بدأت موضوع مشكلة بتاع 67 والبوليس الدولي والتحركات الإسرائيلية، فمصر بدأت تجهز أو تعلن إنها بتقوم برفع درجة استعداد وإنها هتشتغل. إحنا كان في هذا التوقيت الشعب كله فاهم إن الموضوع بسيط وسهل وان الموضوع يعني هيحل في 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 حاجه بسيطه اثناء 67 واسرائيل دي هترمي في البحر وفي قبل 67 مباشره كان الموضوع سهل جدا. اسرائيل دي في الاخر يعني ما هي الا ساعات وايام واسرائيل تترمي في البحر، وكلام كان غير عملي وواقعي في هذا التوقيت.